الحول الوحشي المتقاطع قلنا حول وحشي انا الحين بتنحرف الى الخارج، وكلمه متقاطع او بعض الدكاتره يقول عليه حول وحشي مؤقت معناها انه بيظهر احيانا وبيختفي احيانا. احيانا والطفل قاعد قدامك ليه بيحول، وبعد شويه تلاقي عينه اتعدلت ويفضل معدول شويه، وبعد كده يحول وبعد كده يتعدل، عشان من كده بنسميه متقطع، يعني بيظهر وبيختفي. الحول الوحشي المتقاطع دايما بنلاقي نظر هؤلاء الاطفال نظر كويس جدا، ونقيس النظر نلاقيه كويس جدا، لان في معظم الوقت العين بتبقى مستقيمه والعين بتنظر، وما دام العين بتنظر فنظرها لن يتاثر بالحول ما دام بصها لقدام. كونه بيحصل بصوره متقطعه ليس له تاثير اطلاقا على الابصار. بنبتدي نتدخل في اصلاح الحول الوحشي المتقطع تماما زي ما بنبتدي نتدخل في اصلاح الحول الانسي المتقطع اذا زاد فتره ظهور الحول عن فتره استقامه العينين. يعني لما تيجي ام تقول لنا انا ابني بيحول مره في اليوم، مرتين في اليوم، 20 في اليوم، كل دي اوقات قليله جدا، ولكن احنا عندنا بنصحى 16 ساعه، لو وصل الوقت اللي بيظهر فيه الحول 8 ساعات فاكثر يبقى ده وقت لابد ان احنا نتدخل جراحيا لاصلاح الحول المتقطع ونخليه ما يظهرش، لان كده هيبتدي ياثر على النظر. اما اذا كان بيظهر معظم الوقت العين مستقيمه وليست منحرفه يبقى ما بنحتاجش ابدا ان احنا نتدخل جراحيا لاصلاح هذا الحول. ولكن بعض المرضى برغم ان بيظهر عندهم الحول في وقت قليل وتبقى العين مستقيمه في اغلب الحالات، الا انهم بيطلبوا منا التدخل جراحيا لمنع ظهور هذا الحول عشان بيأثر عليهم وبيكسفوا من شكلهم قدام زمايلهم في الكلية أو في الشغل أو كده. فجأة بتلاقي الموظفة أو الطالب عينه بيحول أو عينها بتحول وبعد كده تتعدل، والموضوع ده بيسبب لهم كثير من الحرج حتى لو بيحصل فترات قليلة، وبيطلبوا مننا إن احنا نعمل عملية جراحية لإصلاحها. ولا ضرر إطلاقا من عمل عملية لمنع ظهور الحول المؤقت سواء كان حول وحشي مؤقت أو حول أنسي مؤقت.